وأنا في سنة رابعة طالعة خامسة، كان طبعا إحنا دايما في فترة الصيف الأخواني وأخواني اللي في الجامعات يرجعوا يقضوا معانا الصيف، أو وديك الفترة أيامية كانت رمضان كمان. الوالد تعب في رمضان، في تقريبا 25 أو 24 25 رمضان، هو عنده القلب، دايما يروح يتعالج في القاهرة ويرجع في مصر. وديك الفترة كانت طبعا تعالج ورجع تاني، والحمد لله كان كويس. ولكن في الليلة اللي وصلوا فيها أخواني، أخوي هاشم وأخوي فوزي، جالس معاهم في الليل كلنا مبسوطين، احنا طبعا خلاص جدنا نمنا. كان جاله زي تقريبا في صدره تصلب في الشرايين، فطبعا قال دلكولي بس ظهري، فدلكوا له ظهره وقال لهم، قالوا له انت كويس؟ قالوا لهم كويس. ف نام، اظن ما هو مرتاح كان لما نام الله يرحمه. فعلى وش الفجر كده جاله اظن انتكاسه مره اخرى، وأظن بدأ يعني يجي له النزاع. فالوالدة راحت زهمت الجميع لأنه شافت علامات غريبة منه، فراحت على طول تزهم أخواني، زهمت أخواني وزهمت عمتي وأخواتي كمان كلهم جو. فأنا قمت على من النوم ألاقي الوالد ماسك يد أخوي هاشم من ناحية ويد أخوي فوزي من ناحية. أخوي فوزي طبعا قدو ردي راح جاب الدكتور، كان الدكتور عندنا تكلموا بالتليفون وجابه هو على طول بسرعة. بس لما أظنه جاء قدو خلاص يعني الوالد توفى الله يرحمه. لما توفى الوالد في نفس تلك اللحظة طبعا قمنا إحنا ما نعرف إيش 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 موت، ما أعرفه يعني في ذيك الفترة. الوالدة صراحة خلت أختي الكبيرة تاخدنا إحنا الثلاثة عشان ما نشوف بقية طريقة طبعا التشيع حق الجنازة الله يرحمه. كانت يعني يدور في راسي أشياء جدا كثيرة، إيش مستقبلنا بعد الواحد ما كان في حياة مختلفة بين والدته ووالدته والده، الآن حنعيش تقريبا مع شخص واحد. كل وأخواني وأخواتي قاعدين منتظرين أو قاعدين يفكروا، أنا عارفة بنفس الشيء.